أنا بطلب من كل المشاهدين، من كل المؤمنين، بحكي لكل العالم أرجوكم صلوا لي عشان أعيش أكتر، عشان أفرح في أولادي، عشان أستمتع إني أزوج بنتي، أروح أطلب لابني عروس، أشوف تخريجهم في الجامعة. فما نكون سلبيين، بالعكس يكون عندنا إيجابية إنه الله قادر، الله يستطيع، الله ممكن يغير الظروف في لحظة، في طرفة عين زي ما بيقولوا.